عندما يدخل عامل مسبب للمرض كالفيروسات أو الجراثيم إلى جسم الإنسان، يقوم بالتكاثر ويهاجم الخلايا، إنها العدوى. يتعرف الجسم على الجرثومة على أنها جسم غريب، فيلجأ إلى استراتيجيتين اثنتين للدفاع مستدعياً جنوده، أي كريات الدم البيض. الاستجابة الأولى هي للمناعة الفطرية التي تعتمد خصوصاً على الخلايا الأكولة الكبيرة، فهذه الخلايا تأكل الجراثيم الدخيلة أياً تكن وتدمرها، وبالتالي يتم القبض على العامل الوبائي بواسطة عملية البلعمة الحيوية. وهذه الاستجابة السريعة والموضعية قد توقف العدوى أو تلجمها، إلا أن ذلك لا يحل المشكلة دائماً، لذلك تستعد الخلايا الليمفاوية لدخول المعركة، فتتعرف على المعتدي بفضل المستضدات التي تميزها، وكل خلية ليمفاوية مكيفة لمهاجمة فيروس أو جرثومة محددة، وما إن تتعرف الخلية الليمفاوية المعنية على الهدف حتى تبدأ بالتكاثر، فالخلايا الليمفاوية الباقية تنتج أجساماً مضادة بكمية كبيرة، وتتنقل هذه الأجسام لإبطال مفعول الجسم الدخيل ما يسمح بالقضاء عليه. أما الخلايا الليمفاوية التائية فتقضي مباشرة على الخلايا المصابة. لكن المشكلة التي تطرح ذاتها هي أن الاستجابة المناعية تكون بطيئة عند أول احتكاك مع الفيروس، وتتطلب عدة أيام، ما يعطي الجراثيم وقتاً ويتفشى المرض تالياً. ولحسن الحظ يتذكر الجسم أعداءه، فبعد العدوى يحتفظ الجسم بأجسام مضادة وخلايا ليمفاوية مرجعية، وتتحرك هذه الأخيرة ما إن يظهر الفيروس عينه مجدداً، وتكون الاستجابة المناعية هذه المرة أسرع، ويتخلص الجسم من المعتدي قبل ظهور المرض. هذه الذاكرة المناعية بالذات استثمرت في مجال التلقيح، فعملية التلقيح تشكل نموذج محاكاة للعدوى لتعريف جهاز المناعة على العوامل الممرضة والسماح له بتجهيز الأسلحة. وفي هذا الإطار يتم إدخال جرثومة مفعولها مخفف أو معطل أو حتى جزء من هذه الجرثومة، ويقوم اللقاح بتحفيز الاستجابة المناعية من دون أن يتسبب بتفشي المرض. إثر ذلك يقوم الجسم بإنتاج الخلايا الليمفاوية المرجعية والأجسام المضادة، ويكون بذلك مستعداً للحالات اللاحقة، إلا أن عدد هذه الخلايا المرجعية قد يتراجع مع مرور الوقت، لذلك من الضروري إعطاء جرعة أخرى من اللقاح في بعض الأحيان.